إلى اليمن، والحديدة لا تزال تحت خط النار في مساع مستميتة أمريكية بريطانية لتحييدها من التصعيد في البحر الأحمر، حيث أعلنت وسائل إعلام حوثية شن هجوم جديد أمريكي بريطاني على منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وكشفت القيادة الوسطى أن الشحنة تم ضبطها في أواخر يناير الماضي، وتضمنت أسلحة تقليدية ومتقدمة وذخائر أخرى كانت قادمة من إيران على متن إحدى السفن. وكشفت القيادة الوسطى عن تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز و3 طائرات من دون طيار وسفينة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولمزيد من المتابعة من عدن ينضم إلي مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، مرحبا بك معنا. إذن ماذا في آخر التفاصيل، خاصة أنه ربما في بداية هذه الساعة في بداية الرادار كان هناك تقارير ورصد لهجوم حوثي جديد، هل لديك تفاصيل بشأنه؟ نعم إيمان، هناك هجوم باتجاه خليج عدن. تحدثت هيئة عمليات التجارة البريطانية عن هجوم في خليج عدن على ما يبعد من الاتجاه الشرقي لمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن ب 85 ميلا بحريا. هذه الهجمات تستمر مع أيضا بالتوازي منها بقارات تقوم بها القوات الأمريكية البريطانية، الذي وصلت حسب رصد حوثي قالته حكومة الانقلاب الحوثية قبل ساعات قليلة أن الغارات الأمريكية البريطانية وصلت إلى أكثر من 403 غارة توزعت بين من شنته الطائرات المقاتلة أو حتى المدمرات التي تجلس في عرض البحر. وتحدثت أيضا هذه الغارات قبل ساعات قليلة من الآن قامت بها الطائرات الأمريكية البريطانية على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة. إيمان، الملاحظ من هذه الغارات بدأت تتكثف في محافظة الحديدة وخاصة في المناطق والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة، وامتدت هذه الغارات إلى مديرية الدريهمي وبعدها إلى مديرية التحيتة وأخيرا إلى منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه. وقال أيضا عبد الملك الحوثي قبل دقائق من الآن أن الغارات التي شملت محافظة الحديدة خصوصا وصعد نوعا ما كانت قليلة، لكن هذه الغارات وصلت إلى 40 غارة. وتحدث أيضا على أن التحالف الأمريكي البريطاني فشلا ذريعا في حماية سفنه وحماية أيضا الملاحة، بينما تحدثت تقارير سابقة أمريكية للجيش الأمريكي على أنه قام بحماية ما يقرب من 2000 سفينة للمرور في عرض البحر. وتأتي أيضا هذه العمليات مع عمليات ضبط أعلن عنها البحرية الأمريكية عن ضبط شحنة أسلحة حوثية كانت متجهة إلى الجماعة الحوثية، وهي الثانية من نوعها التي يقوم بضبطها تحالف الازدهار. وهذا أيضا يتزامن مع عملية أخرى أعلن عنها أيضا يوم أمس القوات الوطنية بالقبض وإلقاء القبض على خلية تقوم بتهريب الأسلحة ومحاكمتهم. نعم. إيمان، شكرا جزيلا لك. إذن رضوان ياسين مراسلنا من عدن.